نحن اليوم الحمد لله بالشركة لديها سيولة في حدود 7 مليار درهم، وهي السيولة ستصرف في تطوير مشاريعنا أغلبيتها في دبي. عندنا مشروع أكويا، وعندنا مشروع جديد أطلقناه قبل 4 أشهر هو أكويا أكسجين، اللي فيه أكثر من 9000 وحدة سكنية بين فلل وشقق، والمشروع الأولاني فيه بعد أكويا 1 في 9000 وحدة وماشيين في تطوير إن شاء الله، واثنينتهم فيهم جولف كورس، واحد ديزاين بترامب انترناشنال والثاني مع تايجر وود. وهل من توسعات في المنطقة خارج يعني ال... نحن ندرس المنطقة، بس تدري أنت أوضاع المنطقة أغلبية الدول العربية مع الأسف في 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 أمور مشاكل، لكن في نحن كثير مهتمين في دول مجلس التعاون. العقارات نما في حدود 30%، أو الأسعار طلعت 30% في 2013، وطلعت مرة ثانية 30% في حدود في 2014. الناس تفتكر أن هالثلاثين بتستمر، هذا غير طبيعي. اليوم نحن في 2015 نتوقع 5%، 7%، 10%، وما في شك لما الواحد يقارن 7% مع 30 يقول لك صار في انخفاض. هذا ما صار انخفاض، إنما النمو لن يكون 30%، وهذا غير صحي أن يكون 30%. بالعكس، نحن الآن في وضع صحي، نمى السوق في سنتين نمو جيد، نمو ممتاز، غطى عن 4 سنوات الركود اللي كانت، فالآن من الحين ورايح أعتقد أن السنتين 3 بنمو معقول، وهذا صحي للسوق.